انت انا سيد حجيل درسيين عشر كان وحاله وحان شيخنا امام النووي رحمه الله عليه كتابه مجموع جزء كوات ان او كيره مساله ان القران كا إنسان مخلوق هين أو قرآن كأوسن مخلوق هو متفق عند أهل السنة والجماعة إيو كون أهل السنة هين با واحد إسكو خلافة وحوية صوت يحرف مياه قرآن كم سماعها سيد أي جمهور أئمة الإسلام قبان أكثر أشاعرة قبان أما دمان توضب أي قبان حتى إمام نووي إمام غزالي إمام الحرمين إمام الجويني دتك وويناء قبان وحوية قرآن كإلهي إن صونا لديه كرين حرفنا لديه كرين لكن مع ذلك إمام نووي كتاب كيسا مجموع إمام غزالي إمام الحرمين وحوكسو نقيل إياه مسألة إلا لديه كرين بقى محيي إلي وحدا نلوك أنكو كلفنها إمام أهبا ما ردنا من القرآن كإلهي إنه هي كلام الله غير مخلوق أرمها كل دقائق ذا نصنا أوسا عدين إن لدح جيرين إلي في عنتهاي كتاب كيس مجموع وكي أن كسر الشيء أنا الخوض في كلامه سبحانه وتعالى إن لده حرف يصود إيا معها يا أو ليس كذلك أرنك إلي هي وحيالها أنها بونين كو حافظوا ذهب مركه حاوصل نقول وحوي حافظ ذهب هذا الكيس وحال مركي على وقت وهين إن سد أسمع وكير عن أسنة عن دول مرنا كتاب كيس السير أعلام النبلاء عقول يهي معلوم أن التلفظ تلفظ كم قرآن كله وهلا يه وها معلومة شيء من كسب القارئ يهي أفكر قارئة كسب في سوايها وح صوت كان هذا إسكاله تلفظ كان هذا إسكاله وهو القرآن كغير الملفوظ هذا الكأذو ألفاظا داخلنا يسوع غير كيسوى القرآن كوا ألفاظا مدلول كذا واحد كتب السنية رواي والقراءة غير شيء المقروء قراءة حروف تان يوحى الآخرين أيه وأكل الله حروف تاني واحد لاقرين أيه وأكل الله حروف تاني واحد لاقرين أيه يا الله عبيرها يا أو عبيريا ما هي الحروف تان إن هنا هي واحد لاقرين حكم دليل هذا شيء كسر الوقور كراه وحي لعبيريا اللي توجن أيه نعم مركز وحي يلي وصوت القاري من كسبه قاري صوت كيس إسأي كسب كيس واي فهو يحدث التلفظ قاري تلفظ كيس إسأي كين أيه والصوت إسقى إسكاله والحركة بالشمها يعرف النقاقة إسقى إسكاله ويخرج الكلمات كلمات كالقصب بحين من أدواته المخلوقة كلمات كالقصب بحين الذي سن مخلوقة يعرف كي هنقلال كي اللسان كي وحن كل ما إسقى إسكاله نعم وحا مركة أسقى إسكاله يهي ماها قرآن كي إسقى أسود الرسية ماها وحجر ولم يحدث كلمات الله ولم يحدث كلمات القرآن ولا ترتيبه ولا تأليفه وحان أضاء إسكاله لكن قرآن كإله سبحانه وتعالى يترتيب تيسي يتأليف تيسي ومعناها أضع بريس وتعسوح أضوء أشقه كل هذا معها إمام أحمد وقد ثبت عن الإمام أحمد بواحد وحاكسه من أطي سير كسا كليه إنه يا إمام أحمد ذاتك هذه سيدة السلف كولا شيء إن ما شاء الله سيد أحقاله دي دنابه كمدها قرآن ك كلام الله غير مخلوق وإسواء فقسين عيما ذي نوردن نعم لكن صوت يحرف إنو سنأهين قرآن كصوت محايل وكلامك إلهي ليس بصوت ولا بحرف تاسنا ومذهب أهل الحق واي تاسنا لكن هدنا مع ذلك الحلال كيلا يديد يان إمام أحمد وحيو يريه وقد ثبت عن الإمام أحمد وقول كذهبوي وكسو نقل إياه أنه قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي ملفوظ كيغان ان القران كو حدليه وحان كو حدليه واي وا مخلوق نينكي دو كاسي وا جهمي ومبتدع مبتدع ومن قال اللفظي بالقران غير مخلوق القران اللفظي ايغان ان كو حدليه ماركا الفاظا ان كو حدليه مخلوق ما نينكي دو فهو مبتدع لو ودي وديس مارتيد اذا وا مخاي فاراد سد باب الخوض في هذا
إمامك وحدون يا بابك إلا دحقله هاي إمام وكان البخاري يقول ما قلت ألفاظنا بالقرآن مخلوقة وإنما حركاتهم وأصواتهم وأفعالهم مخلوقة ألفاظ القرآن كأن القرآن كأن أقرنينه مدلول ك معها مخلوق أنا ومعنا ليه هو مخلوق لكن وإنما حركاتنا وأصواتنا وأفعالنا أنا دقاقة نجي الصوت كأن نجي أفعالنا المخلوقة واي نعم عبارين كاس وحوض النساء أما والقرآن المسموع قرآن كمسموع وحل مقلي ألفاظا أي كتب سنة يعني أجدد أي تاي المتلوءة المنفوضة المكتوب في المصاحف كلام الله غير مخلوق وقولك بخاري كاس كسو هذا مرة أرسل رسله بمعجزات ظاهرة للخالق باهرات أرسل رسله بمعجزات ظاهرة للخالق باهرات وخص من بينهم محمدا فليس بعده نبي أبدا وخص من بينهم محمدا فليس بعده فضله على جميع من سواه فهو الشفيع والحبيب للإله وبعده فالأفضل صديق والأفضل التالي له الفاروق عثمان بعده كذا علي فستة الباقون فالبدري عثمان بعده كذا علي فستة الباقون والشافعي ومالك والنعمان وأحمد بن حنبل وسفيان والشافعي ومالك والنعمان وغيرهم من سائر الأئمة على هدى والاختلاف الرحمة ولو لي ذو كرامات رتب ومن تهو لوالد من غير أب ولم يجز في غير محض الكفر خروجنا على ولي الأمر ولم يجز في غير محض الكفر خروجنا على ولي الأمر وما جرى بين صحاب نسكت عن هو أجر الاجتهاد نثبت فرض على الناس إمام ينسب وما على الإله شيء يجب اللهم صل على سيدنا محمد ما شاس هري وحنا وصل بحني إلهيات كي وحي إلهي سبحانه وتعالى وحنا نكرم إنه لدون يتاسيه iyo quraankiisi maxay yeele arkaan iman muxuu aha antu bi rabbillahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi marka malaa'ikta dibni ahaan bay kugu dhex jirtaa ee toos muuse oo la baashiri le waa kaan inay meesha kitaabka iska muqtasare rusulshi marka ku sheegaya marka arsala ilaahay wuu diray subhanahu wa ta'ala rusulahu rusulshiisa ayuu diray أرسل إلى هاي ودر سبحانه وتعالى وحائنا كرمين الرسول اللي دون يواي إنه إلهي الرسول صادر إنا رمين واي أرسل إلى هاي ودر رسله رسول شي سي ودري بشر بيتهاي بشر نوى الله در جن نوى الله در إجمع إن إلهي الرسول صادري أو إنسي جن الله دري رسول شاسان أي بشر تهاي وملائك أين أهين وشيء إجماع معلوم من الدين بالضرورة قفك أرنك ديد وكو قالوا بيه
marka amalkooda muxuu ahaa mubashiriin wa mundiriin bay ahaayeen ilaahay baan quraankiisa ugu sheegay naam dadka waxay u baahan yihiin ayuu cadeeyay jiruba yiri linnaas ma yahtaajuun ilay oo umurahooda adduunyada iyo kuwa aakhirada labadaba ah maxay yeelay saa hadaan la yeelin saa marka xujada lagu oogaya hadaan saa la yeeli lahayn ilaahay baa sheegay wuxuu yiri anna ahlaknaahum bi'adaabin min qablihi لقالوا لولا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك هذا إسكها لاقي لهين عذاب من قبله من قبل الرسول رسولك أنت أنا أصدق أنها لاقي لهين وحيده له ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك إلهي محمد رسول الله أصدق ويدي آيات هذه تنا أن رعني سأين تاود عن لئلا يكون على الله حجة أي رسول الله أصدق أرسل إلهي وصاد رسله وصادري أرسل رسله وصادري رسل رسول رسل يرسل بمعجزات حال كل هيهين أي إلهي صادري معجزة محل يرهده ووح سيد عادة هيد بالله عليه أمر خارق للعادة وأمر وحي لي يقيني مألوف كها إلا قرن يي يا dilaacinayo oo dhanbalayo weeyo oo ka baxsan amarkaas oo ka daahirayo calaayadii mudaci risaala ahad risaalo sheegtay ilaahay gacantiisa hortiisa ilaahay uu ka daahirayo shay aanan wixii caadiga aanan ahayn oo ahad rasuulnimo sheegtay risaalo sheegtay ilaahay uu ka daahiriyey calaa wajhi taxaddi تحدي وليب أوه ترتنا ترو كلا كينا سد حدا شيء ناس قدر تالدون إياه هرت معجزة ثالثة وأنا يا هرت تاي أمره خارق للعادة واحد عادة دخل أفسر وواحد سورو بكرع هري لو ملين كرين أنا لو أرد لو أركرين هذا أنا أي كذا هرتو قفر سالة شكتي على وجه التحدي أي تاي تحدي ترتن يا بنام بح لو بنام بح يو karo kale ayaa keeni kara hadday sa arintu noqoto waxa weeye mucjiza la dhahaya ama karaamada miya tamari weeye laba doomala waa amru khariqu lil'aada waay ala yadi saalixin qof saalixa laazim waa inuu min ahli taaci yahay qof daacada ilaahayna ku dadaalayo macaasidana ka dheeraanayo had ay ka daahirto haye رسول من أنا شجرينين على وجه التحدي أنا ترتل أنا نهاية وكجلينين تاسع كرام لي هذا وأمر عدد خلاف سن أو وحي أن مقيني الأرك جري كدون قف كوحة وكظاهرين قف صالح وياه أما قف كظاهرتي هدوس الصالح هين يا وعبادة عمل صالح ديري أنا نو أركيني لو مدلوي إنه فاسق يهيبة فاسق inu yahay ama kaafirba uu yahayba istidraaj ba taal karaa ma taas waa wax lagu sii baadiyeynayo masiix dajjal waxa ka daahiray koreeto weeye fusaqada iyo suxarada iyo kahanada waxa ay la yimaadaan weeye waxaas waa wax kiiska lagu sii weynaynayo istidraaj ba la yiraahdaa hadii uu yahay laakiin mu'miniinta ka yahay ahlu khayrna iska yahay wuu daaca iyo camal saalix oo badan ba yuusan lahaanine laakiin waa ahlul iimaan ya معونة ليلة هذا وح إلهي قفك أوكال مين يواي ومؤمنين بدن يعني وحاني تا أتي عند شدائد مؤمن كمركو لبوضو وإلهي أوبري وحا أوسين أيو ووحي عادي آنا نهين كرام الله مرد هاي معونة لرد هاي لكن قفك صالحة كثير العبادة وتضرع إلى الله يا صالحين تي الصحابة دي أو كذلك نوع عارفين تا وحا كظاهر تاسي كرام الله هاي أيضا marka karaamadii muuna loo muuminiinta ka daahirayaan yaani awamu naas dadka iska caadi ah awamu muuminiin tan ka daahireysa muuna la yiraahda tan ka daahireysa saalix sulaxaa muuminiin karaama la yiraahda rususha tan ka daahireysa mucjiza la yiraahda fusaqada iyo kufaar tan ka daahireysa istidraaj baa la yiraahda saas waay marka fiiri marka بمعجزات معجزوين بو إلهي لدري أنبيضة ظاهرة أو ظاهرة معجزة ظاهرة أهو
wax qarsoon aan nahayn dhaahira dhaahirati lil khalqi khalqi wa dhaahir oho wax ka qarsoon aan nahayn baahiratin hadana gaaliba oho wixii jiri jiray wax ka gaalib ah yaani ka duwan iyoyan gaalibaat baahiratin iftiima ya macna ka dhaxbaxsan wixii caadiga ah wax ka dhaxbaxsan iyoyan dhaahirati lil khalqi khalqi wa muqato aan qarsooneen هذا وحي أسقف خاص أطاي هي ما بظاهرين موت تأسيسية خاص أطاي باهرات يا معجزات كاسو معجزات بالغة سفينية أرسل الرسل بمعجزات ظاهرة معجزات مواجب نصالي موين موت جمع صحيح دون وكجمع القلة أوكل التواي ظاهرة أو ظاهرة للخلق خلق أو ظاهرة باهرات مغموقته وغالبة وحي جريك غالبة تاسو الرسوش إلهي ساكو مالك الرسوش أفر شيء بأواجبتان لإله دا فضانة وأواجبتي أمانة أواجبتي يا صدق وأواجبي وفاء أواجب الوفاء إلى يوحي إلهي أوسو لي بأي أوفيان أمانة إلى إليهين صدق إلى رولولال يا الأيهين ورو شيء غيان قارسين إلى قارسين يعني دادك وحي لوسو لي بأي intaasih wasifooyinka uu waajibay rasuulka intaas waa in laga helaa amniyada ilaahay marka rasuulsha waxa la yiraahdaa waxa la wariyay laakiin waxa da sanad saxiixa lagu wariyay ma aha laakiin aaymada qarkeeda laga soo wariyay adadu anbiya ila yihiin 124000 boqol kun iyo 24000 inta ma aha waa la yiri oo tirooyin kale waa la sheegay rusushana waxaa la yiraahdaa 313 weeye tiro ka duwanna waa la sheegay ilaahay baa tiradooda garanaya laakiin inay badan yihiin sida kutubtuba ayaa ay saa u tahay weeyaan oo u fara badan yihiin intii yihiin ilaahay uu u garanayo subxaanahu wa tacaala waxaa la yiraahdaa taqriiban waxaa lagu sheegaa rusush muxuu ahaa kutubta ilaahay uu anbiyadiisa u soo dhiibay سبحانه وتعالى إني بقول لي تقريبا لحد المالها أيهن وخص من بينهم محمدا وخص والله خصيصي بالفضل هي وختم النبوة أيا لو خصيصي وخص والله خصيصي من بينهم رسوش نحضوضة إلهي باك خصيص وخصائص وحياله وخاصم إلهي كو خصيص وأن لسو كوبي كريم محمد نبي محمد وخص إلهي وخصيصي أما وخص إلهي وخص وأن لخصيصي من بينهم محمد يا هذه وخص لغاري ومسلم لغاري هنا صح ووسائل نوتها الله إذن محيدي وخص من سخص وخص أرسل راسك وعطفة المسلمها أرسل رسله بمعجزات وخص وخصص إلهي من بينهم لحد هذا وحوك خصص محمدا بوك خصص ومحوك خصص نبي الله محمد محوك خصص وحوك خصص خصائص فربضا خصائص تسوى كمدة إنه يهي خاتم الأنبياء أنبياء ذكي لو ختم إنه يهي بخصائص تسوى كمدة صلى الله عليه وسلامه إنه يهي كي يقود بي آخرهم بعثا أي كمدة وحكمدة إن شرعي شرائع دور أنه سخيبا كمدة يا يا وحي على كل فرق أن لكو بكرة أي دين تنا أي أي قبطو درتين يا رسولك الله خاصة أنت يسق أحاديث غار كذا ويعني وكتر وكتر يجي أو يسكو حي حكتو أيا يا 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 ريمبا يا يا ريمبا فليس موسى نهاني بعده نبي الله محمد قداشيس نبي النبي موسى نهاني أبدا وليقي إلهي بقران كيسو حكولا إياهي ولكن رسول الله وخاتم النبيين نبي قلنا وحكوا لغوريي حديث متفق عليه لا نبي بعدي ولا رسول نبي وحكوا لغوريي هاي مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل أنا إيه أنبياء وحن سنة هاي كمثل رجل بنى دارا فأتمها وأكملها إلا موضع اللبنة
أحد قري دسي هل ملو هل بلوكيتي ولو جفو كي أكسو هاللي داد كي ديتنا أي قد قلي يدخلونها ويتعجبون منها قرح دادا إلا يابيان ويقولون إليه نبي نمدي ودار لدسي هل ميل باكا بناني يا قرح دادا ولا يابيان والبوينتو ضوافو حليه لولا موضع اللبينة هدينا أهان لهين ماشي هاشا ميل يردلوش هل كان نجح أقلي لها يا لكانت أحسن وحقرح بذن بايلو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا موضع اللبينة أنوح عن هاي اللبينة ذا بوس كيدي كي قلي يبان هاي جئتو ختمت الأنبياء وأنا مد أنبياء دينا وان ختمي بي رسول صلى الله عليه وسلم وحال يري مركة نبي قال إنها دين لي يري فليس بعده نبي أبدا فليس بعده قياشي موسى نبي أبدا نبي ولقي موسى إنها دين لي يري oo nabiyullahi ciisa waa soo degi doonaay soo nabi arlada iman doono sooma ya waxa weeye nabiyullahi ciisa waqtu risaalatihi intaat risaaladiisi way dhamaatay mansuuxa bi risaalati sayyid al mursalin ya lagu nasaxay markuu iimaanayo wuu iimaanaya wala ya'muru illa bi shari'ati muhammad sallallahu alayhi wasallam شريعة النبي الله محمد أم باب شريعة وشريعة كلام جرتهم مرك إسحاق ظهور كيس هابه الرئيو ظهور كيس هابه الرئيو لكن رسالة دي سوف يكون دماتي ببعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يكون دمات أما سمعه بموتي ما يكون دمات بله يكون دمات إلا رسول شو نبي الله محمد هرتي سر رسول شر رسوله بنتو زمن كيسوي جو برسولها كذب وحيل صار ما يجرب لكن نبي الله محمد من خصائصه وحاكمته دعوة ديسو إن حلك هذا لو رجي أمديسة رسوشي صحابة دي تابعين تابعين تي إلى يومنا هذا أنك نغسو قادو يا علماء أمتك أنبياء بني إسرائيل مركة نبي الله عيسى ما أها نبي عصب ونبي نبي كور ريي شريعة ديسونا أي فسخنتي مركة وإيمانا يولا شيغا يو هي ينزل تابعا شريعته صلى الله عليه وسلم ساسو اي معناه فضله الهي وكفض الى مركة على جميع من سواه وعلى جميع من فضله الهي وفضل فضله الرسول كينا على جميع من دول لما انت كركس وكفض الي الهي بفضله سواه كسهر ومن الانبياء والمرسلين والملائكة وح الله وحي اساك كسهر وان ابلو جيدا تاهر وحي يهد وخص من بينه محمدا رسول كينا لهذه وخص ارسال الرسول صلى الله عليه وسلم رسول شاسه وحو إلهي خصائص قار أهاني سيئي نبي محمد وخاتم الأنبياء وحيالة فربضا أعديت خمسا لم يعضهن أحد قبلي يا كميدة شنبا ليسي أنبياء ذي كوريس أنا الله سيرين نصرت مسيرة الرعب كميدة وجعلت الأرض لي الأرض ظهورا يعني كلها مسيدة وتربطها ظهورا كميدة وحيالة فربضا رسول كلمة الناس سماها تا سيئتن فضله وحوي حق فضلها نبي وحق فضل بدنيا جرى مايا على جميع من سواه هذا الرسول كلمة وحي أنبياء يا رسول يا ملائك إنسي يا جن مخلوق وإذل بعرش كرسي كدر وحي هذا إلهي خلق أحد كي أوفض بدنويا فضله إلهي وفض يا رسولك على جميع من سواه وحفظ لقال له ذاك سنة يو مجرئه ساسواي ما كان محمد أبا أحد من رجالك ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء مركة فيري مركة على جميع من سواه كفضي النبي صلى الله عليه وسلم محاء الدليل إساقا وحو يري أنا سيد ولدي آدم وحديث صحيحين أنا سيد ولدي آدم سيد كوامح محل إلى هذا من زاد أقرانه فضلا وي أقرانتي سقفك وحكال الزيادة واي مركة سيد ولدي آدم وي وحكى له قصوا صحيحين أنا سيد الناس يوم القيامة يوم القيامة ما هدو سيد أم غضي يا كشرف بدنا الدنيا ده إلا قيامة آخر الدنيا آخر يا شرف بدنا آخر شرف بدنا آخر يا شرف بدنا ما هدو سيدي هاي فما بالك في الدنيا من باب أولى واي إمام الرازي وحصان نقلي مسألة إن إجماعته قل يا هذا الجو قار كميدة قبليني وحلق الشيء نبقى إنه أفضي بدي خلافك الجوغة هي خلافك لشيء وخلاف كيسو كلا إسا وكلا خلافك ما اللي اعتوارين إياه
كاسو كالواي إمام رازي يا الإجماع على أنه مفضل على جميع العالمين عالمين تقول إن النبي قال لك فضلي صلوات الله عليه وسلامه في تفسيره الكبير جزء لحاد يتكهليسا مركا وحال يرى النبي السلام أوحي لا تفضلوني بين الأنبياء أنبياء هاي فضلنا أنبياء هاي أحصارين وهي فضلنا قول كيسا سيلا يليا كاسا وحاوي وحيالا فرب يلو جوابي كرا وحال يرى معنه وحاوي هاي فضل بغير إليكو أنبياء دخل النقص إني نقص قوان هان وكو إشاريو أنا هاي فضل بغيرنا إليكو يعني عن تفضيل يؤدي إلى تنقيص بعضهم واي إن النبي فضيشد 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 أوديتنا معنى النقص كو إشارة أنبياء ذا ساسي لو جدا لعكرتا ما هي وحوية في نفس النبوة نبي النماذ اللي ما كلا فضي بضرو أو نبي وأو نبي نبي وأم حي وأو نبي وأو نبي وأو وكيل له وحيد مركا تاكو ما كلا فضي بدين مناي رسول الله عليه وسلم لا تفضلوني بين الأنبياء يعني النبي النماذوي بين الأنبياء ويرموتها نبي النماذ لو ما خلف فضي بمتاس وانكسر منه أي فضائل كله أذاتي أذات دي سأكفل بذي هاي وحيالك هذا إنه يهاي سيد ولدي آدم نبي النماذ سأل نبي النماذ كفل بدل معها وفضيلة يا إلهي مقام الشفاعة العظمى إلهي سيصومه وفضل ديري ولسي وحيالها سو إلهي كفل بذي ذات دي سأكفل بدل كوا كله وإلهي بعد القرآن كيس إني كلف فضي بذي شيء يا مصوما يا فضلنا بعض النبيين على بعض إلهي بقرآن كيس يقول ورثنا نعم ما هي وحلوج إذا مركو ليه لا تفضل بين الأنبياء وحويا تأدب وتواضع ويا تأدب يتواضع استواضع إليه نبي متواضع نمذنك من خلقه الحسن بيكمله أي أولج إذا ما هي وحليه وانت لا يسير انه يا سيد ولد ادم وانه افضل الانبياء والرسل افضل خلق الله انه انت لا يسير واي ادو كاتر اهد برسولك انه يا هي افضل الخلق جميعا ومساله اجماع وي اجماع وحل يرهدا حتى وان نقله واحد وعارضين اوسنجرين يثبت وسنانه امام الرازي هذا و هو من هو مركه وحو يره فهو رسول كانه الشفيع كان شفيع يوي والحبيب كان حبيبك وهي محبك للاله معبود كان حبيبك سويا ها فهو الشفيع شفيع شفاعوين بدن باي علماء تريا امام باجوري روك هذه مساله شفاعه اوكلت الى تطب اما تمنيا لغرسيدا شفاعوين كان قار مشترك باجره قار وحاجره من خصائص الرسول الله صلى الله عليه وسلم كو خاص كوي وحوي شفاعة العظمى بكمدة في فصل القضاء وإلهي أولي هي رسول سبحانه وتعالى مركو كهذا القرآن كيس أكيرة آيات هاي مقام حدود هاي سورة سورة الله عسى يبعثك ربك مقام حدود مقام محمود كان الشيء يواكه المقام المحمود مقام كي لما هديي يحمده الأولون والآخرون يا مهدين أيان هي شفاعة العظمى من خصائصه واي مركي آيدات كورن انت أفزعان أرققحان أنبياد يوطن صوى ضمران هل كي اسكوسوا بيشوان يسويا استقع على خاص الرسول كينا صلى الله عليه وسلم إمام النووي يرغل لمدة وحيليهن شفاعة والخاص كي هي وحكم ده وحكم ده شفاعة بالشفاعة في إدخال قوم الجنة بغير حساب قوم بغير جنة النبي فضل جيسا قوم جنة اللي جلين دونه بغير حساب اللي جلين دونه شفاعة النوع عاسة نبي قال خاصة بعض أمتي بوشفاعة قاضية ورسولك جاهي سي شفاعة كم تها شفاعة الخاصة ضد نار متيستي او انجلينين ضد رجلودا كرلو قاضيو جنة دحديدا اني خاص تهين كما جوزه النووي صلى الله عليه وسلم رحمه الله تعالى وان نكون كرتا على كل حال شفاعات فربضان باجرايو ونبي كي شفيع وي والحبيب حبيب وي للاله الله معبودك ايو حبيب ويهي مركا
محبضة نبي الله إبراهيم وخليل الله بليري رسول كأننا وحليل وحبيب الله ويا المحبة أعم من الخلة محبضة أيها خلة كوين وحليل هذا الخلة تأتي بالامتحان والمحبة تأتي تفضلا محبضة النبي تفضل إلهي جعل هذا بيكتب خلة لكن خليل وحكون نقان يقف أنت امتحانتي أكتي أدقاتي إنه يقف صالح للصحبة وضع صاحبتي هذا هو الخليل يا حبيبنا وقف هذا كجعلاتي وحال إلى هذا خلة سيدنا إبراهيم لم تتجاوزه أما محبة سيدنا محمد جاوزت إلى أمتي نبي الله إبراهيم خليل بوها خليل لماذا سأمد ديسي ما ينقارن إستقم بها خليل الله أما أمته لم تثبت له الخلة أما أمد النبي الله محمد بفضله وبركته أستقوى حبيبك إلهي أمد دي سنة صالحين تهذا ومحبين تي إلهي وحاو دليلة وإلهي بوحول إليه سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله نبي محب راعدي سي محمد إلينا محبة إلهي إذن رسولك وحبيبك إلهي صالحين تأمدي سيساق راعينا وأحبدي سي وأحبدي إلهي واي معيكو هلين مركب محبة النبي حبيب الله وي حبيب الله إذا هو يهي أمدي تعدت إلى أمتي وقدبتي وصالحين تأمدي سي ما هي نغنى إيونا محبين واي والحبيب كي حبيبك أها ويان لجعل أي المحبوبة لو جاء فعيل معنى مفعول واي حبيب فعيل واي مكتب فعيلك معنى مفعول معنى فاعل بنودا حبيب ومعنى كي لجعل هذا ايويا كي وحي جعلان ايما هذا مثلا قتيل أي المقتول واي سومه كريم سوسي فعيل كي سومه كريم كو أنا سوا كي إستقى وانا سنة كي لكرام ايما مكرم أو كلمة لو فعيل ومن فاعل من مفعولة مركا وهو الحبيب أي المحبوب كي لوك كالقعي لبضنا ويلي لله الله معبود حقيسة كي لجعل ويان صحواي وبعده فالأفضل الصديق صديق نبيك قداشي فضلك يا كحيك يا من لم يكن نبيا واي وحي عن النبي أهين يا أمدي ساء يا الله حضلي وحي عن محسن لولي هاي نبي الله عيسى يا سيدنا خضر الحافظ السيوطي روك هل يي خضر نبي وسو غاري ولا لكل ميس راجحه ولا كل مي وحالو سو خلاف يسدح شيء هورت غورو دنتي ما غورو دمانيا وحو ديمن دونا قرانك marka la kor yeelo عن المصاحف والصدور لكن القرآن رضا لك وايا ما كان صلبان دونا هذا هو الراجح خضر قال وحيلين خضر وحرمان ايا دجال ايا ديل ايا يقار ليه نعم لكن سير راجح دجال بديل ايا مالك القرآن رضا لك ريا له إلا أن حديث صحيح عشان تموكت ايا القرآن صدور تلقى مصيحي دونا مصاحف تلقى مصيحي دونا وقت القرآن لان الدنيا تهيأ إلهي نمك جارسيه يا إيمان دونتا مركا وقت غاس أيو ميل جوكر إنا إيهان هاد مركا سنين واركا يموكت يا عرر معاكو داموي مركا سو إلهي أوفصانية مركا سيدنا خضر وولي والنبي وهو الراجح والرسول يا رسول خلافية جلال الدين السيوطي مركو كان لي مسألة سحولي الراجح أنه هو النبي من الأنبياء ويا مركا هده من أمته محيي له أمد النبي الله محمد والله كل مي أون الرمي اتصف أنه من أصحاب الرسول الله بكسف وبي نبي الله عيسى وسودك دونا ونولي هاي وون إيمان دونا شرع عديسة أي كل نغم دونا مركا الأولي هاي مركا وبعده رسولك قداشيسة فالأفضل كان أغفل لبدن الصديق ويهي ومركي أنبياء الله لغا هيبا واي رسول شامرك لغر هي انبياء النبي الله عيسى نبي الله خير هي كسو هري سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه يا وفد بدا الصديق اي رن بدن ها فضليس waxaa kugu dali la magac aan sidiq ya u bixiyay nabi maxamed u bixiyay wal afdalu tali
أفضل كتالي جه هذانا الرأ والأفضل وكان فضل التالي صديق راعيونا له لصديق راعيو الفاروق فاروق يسنا وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاروق يا أبحي يسنا نبينا أبحي صلى الله عليه وسلم لبضه ومقعين سأبحي سيدنا علي بن أبي طالب محبحي أبا تراب أبحي فير هذا مركا فاروق رسول كان محبوب بحيي لأنه فرق بين الحق والباطل في القضايا والخصومات وحكى له هرت الصحابة عمر رضي الله وكل يسا كجري عمر كلمة بجري أقوم يا كل يسا كجري وحولي هاي إمام سعد الدين تفتازاني شرح العقائد كحوكي والأحسن أن يقال بعد الأنبياء وياه مركل ليه فالأفضل كان فضل وبعده بعد النبي فالأفضل كان فضل قبضا مركل ليه محل وجدة أي بعد الأنبياء وياه الله هواي ما هي بعد يده وحل وجدة زمانية ده زمنها النبي كذب يا وحي هذي أو نبينا محيي له هذا سيدنا عيسى يا سيدنا خضر نبي كوريين مركه واحد نبي النقدي يعني واحد مؤمن او نبي الله محمد زبنهان كدنبيه سيده الله رؤوف بدن مركه صح وايضا ما هي يا سيدنا عيسى نعزو كوريين خضرنا وكوريين موسى وقتي سو جوغيبا نبي موسى وقتي سيد عيسى كسوري كسوري سيدنا عيسى ايوب جوغيبا او سوره كهف كان لوغه ورمايا واي مركه وبعده بعد النبي في الزمن نبي قداش سوح يمد يا او مؤمنه وها وفضي بدن سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه والافضل كفضل التالي له للصديق راعي الفاروق فاروق وعثمان عثمان بعده بعد الفاروق بو هذا حق فضيقه فاروق بو كخيغا ويان هيا كذا وها كولمد علي با كولمد كذا علي علي باكو لمدة كذا ذا وحو أقليبا ليرا هذا سيدا شراح ذا كتابك قاركو ذا الشيء قيان فيه خلاف بعض أهل السنة أيا وحي ليهين سيدنا عثمان سيدنا علي سيدنا علي باه الرئي يموسى الرئيين لكن جمهور أهل السنة والجماعة ساسي قبان نعم كذا علي علي باكو لمدة أبا الحسنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه كوا المركة والإذباق السلف الصالح على خيرتهم على هذا الترتيب سلف الصالح بائس هو عفقي وطبولي إن أيوف لبديه أمده أيه نساؤك له الريان إن نساؤك له الريان ويا سلف كي مركة ساس هؤبط نادينة خلاف لوين مايو خلاف لوين مايو محمود سعيد الممدوح كتاب كيسن هذا واني هذا النول ولكن رقم محدثين تعصر يا كميدا يا آد مسألة أقصيها الله يا مركي يعني وحي خلافك كان أي مدي ووينيد رقب ضنو ساعة قبين إن يجرين لكن جمهور أهل السنة والجماعة سيدا سيقبان فضل قوض الصحابة رضي الله عنهم إني أفرت أفضل بديهين خلفاء الراشدين أفرت نسي أكله الرئي خلافة فضل قوض أكله الرئي واي نعم وإن كان من سلفنا الصالح حبا كميدة هذين من قال أن أفضل أصحاب رسول الله صلى الله سيدتنا فاطمة محايا لأنها بلعة الرسول وعدك نبي ويو ياك فاضي بناك ربي ليين أين أحاديثه الدريشان أيان لكن ما اعتمده جمهور أهل السنة والجماعة هذا سيدنا واي نعم كسع مرك ياكو حيق مرك فالستة الباقون عشرة المبشرين كي أفرقوا أصومهين لحدي كهد واي فالستة تبقى كحكتا الباقون إيصوها الدي ضلحة بن عبيد الله زبير بن عوام عبد الرحمن بن عوف سعد بن أبي وقاص سعيد بن زيد أبو عبيد عمرو بن جراح لحداس واي لحداس يا كحكتا فضلقة أفر طاهوري هاي يا كحكة هدنا فالبدري فالسحابي البدري سحابي بدري كحكة ذاتكي النبي دقالك يقول الرجاء أمد إله يقول قرقاري دينة إله يقول قرقاري أصحاب البدر أي كحقة واللحدة سبدريين تبقى كحقان وهذا كي حاضري وقعة بدر بدر دقالك يدي كوي حاضرين ويو صدح بقوليو نوري توبا يهين صدح بقوليو
دور يتوب بيهاي إياك الله سيكال فضلي مايو كو أمرك سدح بردور يتوبان كا خلفاء راشدين كجيرين لغو خلفاء راشدين كا يليح دا كدن بيسي بدريين تا يكوحيين مركا فالبدريو ممن ليس هؤلاء من هؤلاء وحي بدري أو كو أنا نحي با كوحي هو معنو وغو هده ما حيا إلا كو أبا بدريين تا كميدا هيا نموكتهاي ليح داس كو أنا نحي بدريين تا الله بدر كقيب قالي يا ليح دا تطمانكا تطمانكا كوحيكتا هيا يا كوحي دا بدري بك موسى كوسي شاقيني أهل وحد يليهم أهل وحد أهل وحد با كوحي دا عيقنا وهدنا وقعادي اللواء دي إلهي أقوقر قاري وهي إسلامك انت يسود دولين كفار وقريش وآد أفر بضان لبكم كله وأي مدينة يمادين وحباء يقال يكون جبين ماشي يكون جبين وأي جبين هو حقيقة قوبتي يوها داي قوبتي يوها داي يوها سعوة رسول الله انت حاير همارين لكن يا بذي يهري يا دهالك يكون كل يباني رسول كان يسحاوة سيكون رأي يكون جبين سحاوة ما يري جبين كلا ما يري جبين نبلا قارم مويه ما نبكا قاري إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون وكما تعلمون ويوم وترجون نبكى قاري إياه نبو قاري بل إياه ماشي كحرية مدينة هنا يقلان يوحي أيدون إيين أحبابه من سورة من كل جبل ماشي أهل وحد باكو عقامك يا كوحيقة أهل بيعة الرضوان وحد كدب مركي أنت حقا أي تقين بيعة الرضوان لك حديبية ويان كواسا كسيحيقة فضلك مركا صحابة الصاصوي يا كحجة مركا أمد صالحين تادي وكسيح كتا مركا ثا مثلا موسى كوسي ودين مركا أي مدة إني يهرجي ومركا أمان توضيق قاله مركا وحباس هذا فضل أنا كان ترتيبين والشافعي إسكم تديسو والشافعي ومالك والنعمان وأحمد بن حنبل والسفيان وغيرهم من سائر الأئمة على هدى أنهن بين تقوى دوسونا دين رجاس رجوا عيوي والاختلاف إسخلافنا رحمة وحكي والشافعي إمامنا أعظم الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس والشافعي المطلبي هيا والشافعي إمام كيني الشافعي أها ومالك والإمام مالك إمام مالك بن أنس والنعمان نعمان مقعيس أيها الإمام الأعظم بالله أبو حنيفة إمام أبو حنيفة رحمة الله عليه بن ثابت الكوفي وأحمد بن حنبل والإمام أحمد بن حنبل الشيباني وسفيان أي سفيان الثوري واللوجيدة وغيرهم كوا غير كوا فربضا كسفيان بن عيين وي ليث بن سعد وي أوزاعي وي إسحاق بن راهوي وي داود الظاهري وي وغيرهم ومن أهل المذاهب رج مذاهب تلها بوجيداية ومن سائر أي من سائر الأئمة من باقي الأئمة أئمة وحي غير كوا الحساب كريم هذه فربضا أئمة يا كوي أهل الحديث كابا كميد غير كودا إما البخاري ومسلم ساشا شاقي إيه وغيرهم غير كودا من سائر من باقي الأئمة أئمة إنتو ذو صوحة نية رضي الله عنهم أجمعين على إنتو صو إذلب على هدى وإن ساعد عقيدي سدويا على هدى هنوم بيكسوا بنادين أو رب قودة حقي سكاء هذي حق عقيدة ده يا إيه حق فقه حق اجتهادك سوى الب على هدى بيكسويه قفكها الله بعض قوة الضنعيي ضعنيي وحان ملعسان إنما ورك هذا كبح على هدى بيكسوا بنادين ها اختلاف قوة كور مرك وحي اسكوخ إنما اختلافوا في اجتهاد الرأي في الرأي الاجتهادي يعني نصوص ما خلافين النصوص تي مسائل الفرعية يسيئوا اجتهادين يا وحالي حديث كنا ما آيادا إنه متوحا كقاتل منا وحا كقاتل ميت كستانة ومجتهد ميت كستانة ومصيب مصاب كل أجر سيويان هادو قفه هل أجر بوليه هادو أصيبينه لبا أجر بوليه مركا والاختلاف الرحمة محلو ليه رحمة ويو مركا أدو أئمدن أدارت إس خلافيو اللهم ما الكلام مري ميت كستانة غفصان كرتا ميت كستا ياد غفصان كرتا كليه وحيد ديدان أو حافظ ذهب يرد وكميدها عايزين دغنا ما كنت المامين إلى مذهب كان دنت هذا كأيجته كان دنت هذا كأيجته كان دنت هذا كأيجته مرفق نقطه يا إنك إذا فرو إن زنديق هي حافظ ذهب يروح في عضينا يا زنديق محل دون يا رحمه ويا مذهب كي أذى كوسه لنا هذا إسكقاضه
مر هذا سعامي تاي هل مذهب هون هذا كل ما يلبود معناه واحد تصين إيسا يا أنا دنا يستهاي أو كل ما يشيل كودن تعاد أخرب نقرع عيسو يتصين إيسا مركا إنه إلهي وحينا وافجيي مذهب إمام الشافعي يا من أتقن المذاهب واي ما هي مركا في رسيد مركا في رسيد أصول فقه في كتبته أصول فقه أنت وضبطا يا إسكاله شراح أمعات ستة ياله يا أئمة الشافعي أبدية مركا لكن أي مضى لما كي إلهي كوا في جوت راعدو صحواي صحوي مركا وحاوي الرحمة وحاي كل نقدين وحاي الرحمة كل نقدين وحالغي يا ماشا تكون نوشا هي مذهب فلان ذاتكي يقيني إلي نجوغين با مركا كن كل جوغو إلى مذهب كيسا قادة تقوت راعدو أيا في عن أصل مسائل الاختلاف دي نصوا قاعدين وحيدين كذي شي قيا مسائل الاختلاف هي مر هذا ذو مجتهد هذا نهين وحد هذا فتقال الله إيه أمض لرباتي سينا نقبصة أدن دونينين ماشا أتكون نوشا هاي علماء الجوتو مذهب كي يسي مسائل الخلاف وأركين أدو الرع هذا سيا قرمرتو محد فائيس مذهب خلاص مثلا سينا نقبصة ويان لمن بس سعودي قتقي وحي سوق هذين أفكار إيه مذهب المذهب كيني أنا نهين مذهب بي نغرر كنغرر ريان مذهب كي نور ريان يا فتح فتح أقول لا فر ومذهب كت مذهب فرقت محلك فائدة يا وحلاقة فائدة مرة وحلاقة فائدة خلاف يستنعاب يفتق الله ينباطه وحلاقة فائدة مرة حلاقة فائدة مرة بس إنك إلا لا جهره أحاديث حتى في صحيح البخاري بيكون صارورين يا مال وحاتك إمام أحمد بن حنبل وصل يستي وكل صحيح وكل اجتهاد هذا اجتهاد كيسي ما بلغوا هاي استوى صوما صح واي حدي أدو أدمال سوير جوك جوك تي يا سوير جوك جوك تي مذهب كا قرادة سيرسين اسم مذهب كيه مكاد دلخ هذه كل نقطه هؤكين الوحا هي خلاف قاس غير هؤكين مذهب كا أئمدي جوك تي عربدي جوك تي ما مشافع عدوات ما أنت يما أدو بيسي كل جهري لها ما مشافعي حدي ما تقصون ولا هذا بيسي المسرسين اياه وهو خلدي هي وذات كان نجوا ده ولا جهري ما ده صار بك بكون سرور ده ما مشافع مسافر كتجري هدو ما أنت يما أدو وإمام أمور نقضه وبيسن كي أولي جهره محان سمين لهن ويات كاري والسوفي وحبي يغن أسكار أفمان إيه لهن ومسك أن سلاي سنو كلا مركب وحاوية لبك وحاك يعني مذهب مذهب لغاقة هرية لغاقة بدرية يا لبك وطاسويا مركب وحوك يري والاختلاف واختلاف كان الرحمة وحوك وحو رحمة كوكوية هاي ماشا آد جوك توحي لغاها يستطيع اسكاقبصو وحكا لها دون دوني وحكا لها دون دوني لكن عذاب النقن يا هذه أذوه ما الوح لو قد نغمة يا أنت أذوح كلك يا أنتو هذا ولي كريجا إسكه سن آتلا وحين وآخر هذا وحي جنصر راع من الفلان بنك كيانه يا من الفلان أنا ككيانه كي جنصر راع كين وآخر هذا وركن إمام بكوي تهذا كن إمام بكوي تهذي محو كان خلق نقضي كان صح ونقضي ما يا كان خلق كان صح والاختلاف رحمة وي والأولياء أولياء الإلهي ذو كرامات كرامات كو أصحيوية هي رتبا مرتبة حال أي رتب هذا هو شعر كثير سيارس كو حين ياي والأولياء ذو كرامات رتب مركا هذه لكن رتبا كرامات تلقسي فينا وهي كرتا والأولياء أولياء ذي ذو كرامات كراموين كو أصحيبوي كرامات كو رطبين أي مرتبة لا رطبين يا ويكلوا وين تيبا اللو جيدة رطبا مرتبة حال أي تاي وإن حال الله قرده كو قاربا عرابيا لكن أنا هذا واحد حالا من الولي سيورده وقرانا رطبين والسكال لي كرام أولياء ذو مركة وآيو مركة أولياء ذو وأيو أولياء ذو وادد أهل طاعة يا أهل طاعة وإلهي أحفظي محفوظين وكالي وليه مركي إلهي ضاعة سؤوب ذيو
إلهي بجعلان إياه يكون محفوظا محفوظ بنقل. لكن نبي قمر مرك أهرب إلهي بأوحيوني معصوم بنقل إياه مرك أولياء إلهي وادتك أهل العبادة ده أهل خير كأه وديتنا إلهي وقعن طوضة كرامك موجي مرك أولياء ده إنه كرام وذليهين واجماها يعني أولياء ده وادتك إلهي وكشي ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لكن تظهر من أيدي بعضهم كرامات بركو ده قعمه ده وحا كظاهر إيسا كرامات با كظاهر إيسا كرامات أي كظاهر والأولياء أولياء إلهي عارفين تها إلهي يقاني سبحانه وتعالى كعادي شيء وحي أسر بي طاعضاها المعرضون عن الانهماك في اللذات والشهوات كجسدي إلي لنبضان وحيالها ملذات الدنيا إيا شهوات كجسدي ذو كرامات كراموينك وأصاحبوي كرامته وجائز ويبناتها إلهي أدون كيس وليه إساقضا عديسة أبن بحي إنه إلهي سيو كرامه كو إكرامه مكا كرامته وأمر خارق للعادة دعوة النور لما نمشي هذا الشيء شيئا أن لحرير سنين صاهر أسوى شيئا تحدي ترتنقلدنا أنا النهين وأمر خارق للعادة وعلى يد ولي كظاهرة يوقف وليه نبي نما أنا شيئا يا وحوكو ترتمينا أنا النهين يا كميدة كتابك إلهي نوو شيئا كرامة سنة النبي قروا الشيطة كتابك إلهي وحكمة قصة سيدنا مريم يا كميدة يا أن لك هذا إن الله يرزق ما شاء بغير حساب يا أبو إيمان زكريا مركب أبو إيمان جري يا عنطلة يا أهل كهف يا كميدة يا غاسة يا قلت يا كوجي هذا إسكان نولي عرش بلقيس أدون كي سوق هذا كميدة إلهي أنا آتيك قبل الله يسأل إيك ظرفك وكيلها سوما بقرة مشهورة هي بها كميدة كرامات وحل حساب كرماء صحابة الرسول رضي الله عنهم يا عنطة هذا كظاهرتي سيدنا عمر باكميدا يا مركي عمر نيكي اها ابن عاص ومصر ادري وحول لكم الهيب مصر او نيل مركو انجيغو مرو بالنيل مركو انجيغو قبر انتي قرحيان جواهر يوح احران يكون احتور جرين وقالوا امتحاني وقت مركز بي وبي كينيا سيدنا عمر بن عاص ماشي تاي اهرنتا وكيجو حيو يروحان جوجيا قبر ماشي نبودي ليو مجستو بيها ايمان واي سيدنا عمر وخبر ودر هرنكا سا تاغان بويل مساسا ورقد بو سو قري وسودي نيل بو رغو سو قري وخيره نيلو هدي اد اديكا ايدن كاد ايو امر كاد كو سوتي اسكا هيسو بيادا مرو هدي لكن اد هي كو كو دريرسن ايو امر كا الهي ايو ايدن كا الهي دريرسو او سو نعم مركا بل بلها كم ذي سادع جرتي سماها كتابك والله كأنه وعيره أسأل الله خدابة وعيره من عبد الله عمر بن عمر أمير المؤمنين إلى النيل مصر أما بعد فإن كنت إنما تجري من قبلك فلا تجري وإن كان الله الواحد القهار هو الذي يجريك فنسأل الله الواحد القهار أن يجريك بذا قد النيل ونحتوري واجهدوا بريبا فأصبحوا وقد أجراه الله 16 ذراعا سوى جوجي سوى لحية طوال من جاري هبين كليه هل كسي سنة أسكر دماطي وحا سوئد الباكمدها وحاكمدها معجزات فربض فربض صحابة انت أحاديث أي عدي سموح لحسابي كرا وسيد ابن حضير وكي معركة محوها اتمي الضرورة اتمي سوى وراها رسولة كافي أفتيك كي ودين يوي وحلكوا بكرة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحكم إذا إن محوها يسوى من بركة سارا وأركي جيش كي وأركي تهاون دمال إيراد أرض إيران كو تالو جيش كده قال لبي إني ساري ابن ليرادو ووحو أركي جيش كي أي دبر جيون كو سمين خبان يا سارية الجبل وكو يري مركة إساق إيران ومغلي وواكرامك لي مسافة أن لكوا بكرين وايهي خالد بن الوليد
يا صن أكس أعني سوى تحدي قال هذا يروح كتير دوني واحد يروح كسر قارن مرة واحد صوت نبى كم يدري مرك كرامات كاسه وواح إلهي ودتك صالحين تأه أهل خير أهل طاعة وقعنتوا هذا كذا هريوي قدر شو أولياء إلهي إنت كرامة كذا لا حس ولا عدد أي ماذا إنه وين إنه مقلني أبو الحسن الشاذلي سيدنا عبد القادر الجيلاني إمام البدوي إمام الرفاعي كم يقدم بيجي كم يعني إن سكرام الله واركي متواترة تاوي تل شيء جيو والكرامة والأولياء ذو كرامات وي كرامات كرطبين أما رطبة رطبا حالته ومن تهو لولد لغير أب ومن تهو بكرامات كرامات كود اللي ما عين جارين كرامات ما عين جارين لولد ولد يا إلى ولد ولد ما عين جارين ولد كون موجود من غير أب يعني يولد من غير أب كرامات أولياء ذو مجاريسو أنبياء ذا على وجه التحدي هدي إلهي ويعني أيضا أنا وحكسور بواي لكن أولياء ذا كرامة هذا وحيره ما يجارين ما نجاريسو سأوش اشتاب كن الله يهوي ولد من غير أب وما إنه كرامة كوي ماذا سلامينا إسكندر شو أنت أوريسو إسكندر شو أيضا نين أوسن ثابنين يا واحد عي واي هري أودادي سيدتنا مريم ساسا كودشي سما سيدنا عيسى وكودشي لكن كرام النوع عاسئين هدا أولياده كتما دو مدعين بوير هذا الكاسي الإمام القشيري رحمة الله عليه وركي سواي قاسم بن عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري النيسابوري من فقيها أو شافعة أو متكلم أيوها صاحب الرسالة القشيري وتقانان أيوها وركا إساق عمري لكن أرن كاسي مايا رجي رجع وأودي دار الدرس، وحويه تقييدين السبكي وحولي هاي يا أرن كاسه وأرن قول غيره وخصيصيه، وحي ما جاز أن يكون معجزة للنبي جاز أن يكون كرامة للنبي، وحول بمعجزة النقاني كرام النبي، نبي هذا ولد من غير أبي إنه يماد معجزة النقاني كرتا، كرامنا وين النقاني كرتا لا فارق بينهما غير التحدي. تحدي عن صوشة جنية ترتنكا زركشي أو تقانان ورجع أصول فقه هذه لوجد بيئها ضعف ما قاله القشيري وركه القشيري وديديه جمهور محيليه مرك جمهورته على خلاف القشيري واي إمام القشيري حتى ويل كيسي أبو نصر ليجري كتاب كيس مرشد وقود فريا إمام الحرمين إمام النووي كل وديدين إمام النووي في شرح مسلم حوليه إن الكرامات تجوز بخوارق العادات على خلاف أنواعها فثبت وحصونا ذي أن الصواب جريانها بقلب الأعيان وأن ما قاله الناظم مرجوح وركن شاهد الناظم كوه ومنته لوالد بغير أب كرامة أولياء ما إن كنته لما إن قارن ولد من غير أب وركي سأسوالك رجحية كرامة وحال لوحي معي وحبا قاعدة كلية ما يجوز ما يصلح أن يكون كرامة يصلح أن يكون معجز ما يصلح أن يكون معجز يصلح أن يكون كرامة وحكست معجزا نغني كرا كرامة ونغني كرا هذا هو صواب تاك كبوس مرك هيا ولم يجز في غير محض الكفر خروجنا على ولي الأمر وما جرى بين الصحاب نسكت عنه وأجر الاجتهاد نثبته وعجره ولم يجز ما بنانه في غير محض الكفر كفر عد غير كي لحد يكون بنانو خروجنا كبحتان بحتان بحتان كنغا على ولي الامر نيك ولي الامر كا او مؤمنين تم هغان كودا ان لو بخو او لم عارضو او لا دغالمو فاسق دو دور ها هادي ما بنانو بيتك وحال يري انو كد بيتك فرض على الامام فرض على الناس امام ينصب انو تصور لسهري سيهد دك وحا كو فرض اه امام اي جوجسنيان كذب الله هدي تنا إمام بقى واجبة ولم يجوز من البنانو إلى كبحان مرك بيت كان هلك بيت على جسيد بيسيا في عناي لب ما لها سوى تفهم بيسا محيو ما شن كولي هاي هرت لا يصلح الناس فوضى دتك وبس وبدان أي فوضى هذا وين مضح يشان صما نينك مرك إن أن إمام سمي سنة مؤمنين تأين صلى الله عليه وسلم رسول كان الله عاصن أي خليفة سمي سنة محيو تصنع إتيام فمحيو تصنع إياه يعني حبيب كان عاصن دي سي وحال له هرمريي إن لسمايو إمام فاسا تريدكو في لنبا وشيء ضروري هون لأنت تلجوه كريم واي مالك فرض ويسوما هون إمام اللي جوجي فرض مالك إمام كين لغوب وحقا ورهن
إمامك إن لغو بحو أو معارض لغو نغضو ما يبنان تاي مايا معسية أوفو لهذا دور معاسي عبا هذا معسية دا إنا يقارتو قالما أوي بس هذا يقالما سيقارتو قالما هدو لي ما يدو محد الكفر كفر برا حلاء وحتى كفر اللي أولي كرو معها كفر اللي أولي كرو أو واحد وركل واحد نكر واحد على قشور واحد أموس أوريجيد أنت على النهاي ولوك هذينا لكن كفر ما لقم مره سنجرين مركو لي ما يدو ها مركا إنا نراهنه لا ضاعة لمخلوق في معصية الخالق بمعنى وأكل الله وحي إمامك كسوك يا معصية ذا وحلولج إذا معصية ودمبا لو أدي عمايو ما هي سوى اللي فقان من روحني والد كلا ضيع سواجي مهو معصية كو أضيع ميس كو لكن إمامك إذا كذلك معصية لو أدي عمايو لكن معصية أوسى ما يدرت أقو بحمينه marka anaga maasiin kuma aan adeecin raadina kamani mana sameeyneyno laakiin isaga sameeyo un lugu bixiyo la dagaalimaayo walam yajuz ma bananaanin fi ghayr mahad al kufri kufrinima barah la ghayrkeeda darted uma bananaanin khurujuna yajuz tafaa'ilki walam yajuz ma bananaanin khurujuna ku bixitaanka anaga cala waliyil amri qofki waliyil amarka aha ee amarka waliga u aha كو بحيتان كان نغان كو بحينو ما بنانانين في غير محد الكفر انو بحنو قال لي ما برحلا في جيدا قال لي ما برحلا غير كده في انو بحنو قال لي ما برحلا غير كده انو بحنو درتيس لكن قال لي برحلا ميا وانو بحينا ساسوي بحنو وإلهي بوحو لي هاي واضيع الله واضيع الرسول وأولي الأمر منكم أطيع أمرك هو أمر وجوب واي حديث حذيفة وحو لي هاي من فارق الجماعة قيد الشبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه أي كتوري صادفت المركة إن وبحه ما بنان وياهن وحولي هي ولي الأمر كإن وبحه ما بنانه باتفاق ومسألة مجمعة إن كان عادل هدو عادل هوي وعلى الأصح سيدا أصح إن كان جائرا إذ لا يشترط في الإمام أن يكون معصوما ولم يزل السلف الصالح سلف كي صالح كما ينزول ينقادون إلى أهجان سميان لهم كواس لا يرون الخروج عليهم أيغو إن لغبح عن إن خيالين مع ظهور ذلك عصيان أو ظاهرة وانتشار منهم حق وضع محير ولأن الإمام لا ينعزل بالفسق خلافا بخلاف القاضي قاضي هدي ما يلجو جئو فاسق ندوسك عزل ما لكن إمامك وين أهجان أمير كإسلام فسق أولي من كما فسق ميو صادرت هذا مرك إمام مالك رحمة الله عليه بري أمي وقت يجورك ودر سمينيين أي ودر رايين وحتى مخالفة رسول الله إلي مادين إيا والا ويدي وادي دي لغبها واوي وادي دي ساسا هنا هايين ذاتك ما هي إلي لكوين أمانا وحين نقف صدي صدو الصناة هذا محاكو صغلنا هاي ويادك إنه قامين إيا ما كره صناي يا لا مرة يستنين الله نحرسته لا مرة يستنين بل هدي إيه أنتي ولو عطنك سنة والحكومة ودي لي هل مالي بيني قدرت يوم واحد بيني قدرت إلى هدا نصرف فريسة الله هدا نس إسكديني لهين ما له الله مصنع ما يهين سدح سنة بقى إلهي بقى أفسد صومه أنت سنسو وين كور إيه مريض فوضى إيه مريض فوضى مركا ما عنك دفني دباتنك دفني دباته رسول يمحي كده في دباته قذافي محل كده في دباته يا واحد دل والبول وقع عي أوحى قال هذا في بينه إمس دل غيره إمس دل رجبر قطعي أو فوضى أن أيد حم قرطاء أي باللامين وأنتي لو دربان قرعي دل الله كبر بريمر وما جرى مرك الصحابة دي بدي بقول نقضي وما جرى بين الصحابة نسكت عنه وأجر الاجتهاد نثبت فيه وما الذي شيء جرى دراسة بين الصحابة صحابة الرسول كا هرت صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم عدول وذا عدول بي أهين أهل خير بي أهين انت أي صحابي لماذا كنت قارين أي خير كاها يا ذا ولقى لم يقال نوحي لي هاي وحي الرسول صلى الله عليه وسلم هذا كتاب كده حديث كقول لك يحبو كوريسين يا أنت إذا كوريسي ثابت معها ثابت معها
مركا نبي بينا وحجره صحابة إذا لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ما بلغ مد أحدهم لا تصب أصحاب حديثها لا تصب أصحابي أصحابت إذا عاينة أصحابت رمو قبت فلو أنفق أحدكم مثل أحد مد إذا كميد هذه أحد وحل لا يقول ذهب أصلا قيسته مد هل قاعد أنت ساس لو أنت بيا واي أنت أصلا مد كميد الصحابة إذا هو بحيي مد كده بورتي ذهب كود بحسين قاري ميسوي إيه ده الصحابة هيك عاينة هيك عاينوا ولا الصحابة عاينوا موسى هيك عاينوا يا صحابتي هيك عاينوا مركا دتك مركا نوع عاسة لا إسخلافي إسلاي دت إسخلاي أو إسخلافي فني آدم بقى هين وكا موسى محيلة وحن سوينا إلى اجتهادين لو ضرف إلى اجتهادين اجتهادك اجتهادين جمهور الإسلام وحي رهدين معاوية هو اجتهادي فكان مخطئا سيدنا علي هو اجتهادي فكان مصيبا له أجران لماذا بهذا اجتهادين مركا إلهي باك رافع يوحي أيلي مادين تاسل لغو شيخ يا وحالي وما الذي شيء جرى دعي أدرس بين الصحابة صحابة النحدة هذا ومنازعاتك ومحارباتك الدقالك سببت هذا ضد بضان أي كل انتين نسكت وانك آموسينا فتلك دماء وي ظهر الله منها أبدانا أيدينا فلا نلوث بها ألسنتنا ودماء دارتي وإلهي قعمه إن أوسن كدالين مركا عرف كينا إنا هذا اللي أهدنا كوني أفر بغلو سنة كوني سدح بغلو سنة وحي كهري مايا